الورم تتبع موقع جديد نيوز. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دردشت قبل افطار اليوم 23 من شهر رمضان موسم الثالث، ستكون بخصوص جوج ديال المعلمات التاريخيه اللي يحاول بعض الاجهاز عليها بطريقه او باخرى. يتعلق الامر باولا هذه العماره ديال الكوهن، ايموبل الكوهن اللي من 1917 وهي باقا شامخه، باقا واقفه، ولكن ما كنظنوش انها غادا تقدر تصمد لمده طويله. وكذلك هاد الفنادق هادو اللي كاينين في الجوار ديالها واللي باقين حتى هما واقفين وابوا الا ان يستمروا في شموخهم. النقطه اللي عندنا هنايا وعندنا واحد التساؤل هي انه كيفاش هاد البنايه هادي تبقى واقفه بلا ما تطيح بلا ما تريب، وهي راه قريب انها تريب. لحقاش راها أيلة للسقوط بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. عكس أوتيل دوكالا نهار اللي بغاو يريبوه راه كان صح من أي بناية هنايا صحيحة في المدينة. إذن هذيك من اللي بغاو الأرض ديالها ومن اللي بغاو الاستغلال ديالها داروا ليها محضر ديالها وخرجوا ريبوها. هذا اللي يشوفوا الحالة ديالو اللي ممكن أنها طيح، وغيذكرنا الأمر بفندق لينكون بمدينة الدار البيضاء اللي نهار طاح هذا، يعني هذا واش ما غاديش يقدر حتى يشكل خطورة لعلى هذوك المحلات التجارية اللي تحت منه، كذلك المقاهي اللي تحت منه. إذا كاين هناك واحد العلامة استفهام اللي كتوضع في هذه النقطة هذه، وبالتالي كتخلينا كنا نهضروا على سي سمير اللي حسب اللي علمناه أنه اللي شرى هذا، وبأنها داخلة في موروث ثقافي. مورود ثقافي حدا مورود ثقافي اخر، واش هذا هو واقع المورود الثقافي بمدينه الجديده؟ واش ما عندهمش اللي يدافع عليهم؟ ما عندهمش اللي يحميهم؟ اذا هذه الواجهه فقط. فانا غادي ندير واحد الجوله بالكاميرا على هذه المرافق على هذه البنايه هذه باش يبين لكم الحجم ديال الضرر، وبانه راه ممكن في اي لحظه انهم ينهاروا. اذا هما لي بالكون كاملين مشقوقين، الشراجم كاملين، لي بالكون شوفوا لي بالكون مشقوقين، يعني ممكن انهم ينهاروا في اي لحظه. واش هذا ما كيشكلش خصوصا؟ راه البنايه كلها مشقوقه، راه كلها مهدده انها تطيح في اي لحظه. اذا هذا الجانب المقابل هذا أول وكالة بريدية هذا البناية، للإشارة فهنا كانت أول وكالة بريدية بمدينة الجديدة. هنا كيف كنشوفوا بناية آيلة للسقوط، ها هي. واش هادو ماشي آيلين للسقوط؟ هما كيستدعيوش تدخل عاجل وفوري من طرف السلطات. هنا غنبقاو نتوجهوا دائما الى عامل الاقليم بحكم انه السلامه ديال المواطنين كتهمه هو الاول بالدرجه الاولى، وفي ظل هذا الاهمال وهذه المسائل هذه بطبيعه الحال ما خصنا الا نلجؤوا ليه. اذا هنا اشنو اللي غيخص؟ اما اعاده ترميم هذه البنايه هذه حيت صاحبها باغيها تطيح، بطبيعه الحال ما خصهمش يخليوها تتريب ولا تطيح، خصهم يديروا ليه ان اقتضى الامر نزع الملكيه إلا باغيين يحافظوا على التراث. أما إلا كان عيني ومعير فيه هو كشخص هذيك حاجة أخرى. إذن إلا كانوا باغيين يحافظوا على التراث هنا خاصهم ينزعوا ليه الملكية ديالها، وتدخل وزارة ديال الثقافة ويقوموا بالترميم ديالها بالشكل المطلوب بواسطة خبراء ومهندسين وناس من ذوي الاختصاص. دائما في نفس المحيط هنا كتشوفوا مراحل جماعية تشكلت هنا في المنطقة، هانتوما كتشوفوا. إذا هنا مراحيض عمومية، تلك لا جماعية، مراحيض عمومية، أزبال، يعني الخنز اللي كاين هنا، في حين أن هذه الزنقة كان ممكن أنها تستغل سياحيا للتعريف بالموروث. هنا هانتوما كتشوفوا هنا مزبلة، يعني ها هو دابا داروها يلوحوا فيها النفايات ديالهم. هذا مطرح ديال النفايات هذا، وبالله عليكم واحد الزنقة تاريخية بحال هذه واش كان خاص يكون فيها بحال هاد الامور؟ انا نصور هذا بعدا. دائما في نفس السياق هنا في هاد الزنقه هادي كيتواجد هاد الفندق هذا، هما ثلاثه الفنادق، واحد جوج في هاد الزنقه وواحد في الدوره، يعني فندق المغرب، فندق فرنسا، وفندق الميناء اللي شراو هذا مؤخرا
من طرف احد المستثمرين بمدينه الجديده اللي تم المنع ديالو باش انه يتم الهدم ديالهم والاستغلال ديالهم. بل ادهى من ذلك انه تم تقييد ديالهم كتراث وطني من طرف وزاره ديال الثقافه، وكذلك في اطار لجنه مشتركه فيها بزاف ديال 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 الوزارات والثقافه، اسكان، داخليه الى اخره. هاد 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 الوزاره هاد الوزارات هادو اللي في الاخر قرروا باش انه يتم التقييد ديالو كموروث ثقافي وطني، يعني كتراث وطني. اذا ملي دخلت الامور لهاد المساله هذه وتقيد كتراث وطني، بطبيعه الحال ما بقاتش عليه دابا حاله كاع ديال لا تراث وطني ولا ماشي تراث وطني. غنبداو البدايه بالمدخل ديالو. دونك هذا الباب ولا عباره عن مرحاض، هذا فندق فرنسا، المدخل ديال فندق فرنسا. كيف كتشوفوا راه عباره تا هو عن اطلال، ولو انه راه باقي صامد وباقي شامخ، وحسب الاخصائيين فهو غير قايل للسقوط. هذا ثاني، ها هو تم الاغلاق ديالو من اسمنت المسلح. هذا فندق المغرب، انظر. اذا هنا على اليمين تابع الفندق فرنسا، هو هذا كامل مشى حتى للراس ليه، راه كيبان فيه الزليج القديم اللي كان بطريقه تقليديه. وهنا في الجهه ديال اليسار كاين فندق الميناء. هذا الفندق حتى هو اللي تاريخي، اللي كتعرفوا مدينه جديده منذ عصور، ماشي قرون، راه قديم بزاف هذا. وكذلك ومثال بالنسبه لهذا الفندق، حتى هو في الجانب ديالو كاين قادورات وكاين نفايات، وما واخدينش هادشي بجديه. هنا غادي نسولو، واش وزاره الثقافه بعد التقييد ديال هاد الفندقين، هاد الفنادق الثلاثه، واش ما فكروش في انه تقييد كتراث وطني كيتطلب منهم الحفاظ عليه؟ يعني قيدتوه كتراث وطني، وشنو هو؟ كأطلال وطنية، كأشنو هو؟ كتاريخ كانوا غنساوه، ولا كفكرة، ولا شنو هو؟ حيت تجد الإشارة إلى أنه كان بدا ترياب واحد الوقيتة، وداك الشيء جا قاصح. إذا كيف قلت، واش ما 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 خاصش الحفاظ عليه كموروث ثقافي كما تم التقييد ديالو، ام انه السياسه ديال بحال هاد المشاريع هادي هي اللي كتغلب في الاخر، باش انهم كيخليهم حتى كيولي بصح نتايل السقوط ولا كيطيح. هذيك الساعه كيقول لي اودي دابا ما بقى لا موروث وطني لا والو، هو راه طاح دابا. اذا هنا كنسالوا معنا وزاره الثقافه في شخص مندوبها الاقليمي المتواجد بمدينه الجديده، واش هذا التاريخ ديال مدينه جديده ما كيعني لهم والو؟ هذا التاريخ لولاد جديده اللي كانوا يدوزوا عليه صباح مساء، وبانهم كانوا ديما كيهضروا عليه، واش هذا الشيء ما كيعني لهم حتى شي حاجه؟ بطبيعه الحال الاجابه غادي تكون عندهم غير هما، لحقاش حتى واحد اخر ما يقدر يعطينا الاجابه، الناس ديال وزاره الثقافه. هنا ثلاثه الفنادق محكوم عليها بالاعدام. اولا الموقع ديالها يشوه الجماليه ديال مدينه جديده، لان هذه البلاصه ما بقاش مسموح فيها بالخطا كما كنقولوا. هذه الا كان فعلا السياسه ديال مدينه جديده من اجل التنميه وكذا كذا، كتدخل فيها حتى التنميه السياحيه. يعني كنشوفوا بعض النواه بحال هذه الامور، كنبداو نتسائلوا واش كاينين شي مسؤولين ولا ما كاينينش. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سي ادريس بنيزة، رئيس جمعيه مدينتي الجديده. بحكم ان هذا التراث كما سبق واشرنا ليه، يعتبر معلم من معالم مدينه الجديده، واللي صبحات بعد قرار لجنه مختلطه كانت فيها الاسكان
كانت فيها ثقافة، كانت فيها الداخلية إلى آخره، كموروث كتراث وطني. واش ما كتشوفوش معايا بأنه هذه الحالة هذه ما هو تراث، ما هو مشروع سياحي، ما هو مشروع استثماري، ما هو حتى شي حاجة. أولا شكرا جديدة نيوز على هذه الاستضافة. اولا فيما يخص مآثر مدينه الجديده، هناك مجموعه من المآثر اللي كاينه في المدينه اللي مؤخرا صابها واحد المجموعه ديال الاهمال من طرف الجهات الوصيه. من بين هاد المآثر عندنا هاد مجموعه ديال الفنادق، فندق فرنسا وفندق المغرب وفندق الميناء، اللي تم اقتناء العقار ديالو من طرف احد المستثمرين. اليوم المدينه اليوم اللي تركوا هاد البنايه تتآكل من الداخل، تتآكل من الداخل في انتظار انهيار ديالها، وديك الساعه يمكن، في حين انه تم تقييد هذه البنايه على اساس تراث وطني مادي. ملي كنقول تراث وطني، المدينه فيها مجموعه من المآثر اللي ارتبطت بواحد الحقبه معينه، حقبه استعماريه. اليوم في المدينه لا احد يتكلم عن تاريخ هذه المدينه، لانه ما يمكنش اننا ندعمه، ما يمكنناش بناء مستقبل ديال هذه المدينه بدون الحفاظ على الماضي ديالها، والماضي ديالها اللي كانت فيه مجموعه من المآثر اللي كتفتقدها مدن مغربيه اخرى. الفندق العماره الاخرى ديال عماره الكوهن راه البناء ديالها تم مباشره بعد بناء المناره في 1916، قبل المناره تم البناء ديالها في 1916. الفندق هاد البنايه اللي كانت فيها البريد، اول مركز البريد في الجديده كان في البنايه ديال العماره اللي كنسموها عماره الكوهن، انه تم البناء ديالها في 1914، ما زالت قائمه صامده شامخه، في حين ان اليوم الكره عند الجهات الوصيه. واليوم اللي كنقول الجهات الوصيه هي وزاره الثقافه، وزاره الثقافه ومصلحه مصلحه المآثر زائد القطاعات الموازيه اللي كانت في واحد الوزاره مختلطه لتقييد فيها هاد المآثر كتراث وطني، وزاره الداخليه ووزاره الاسكان ووزاره الثقافه. رساله الى السيد عامل اقليم صاحب الجلاله، من بين الملفات الشائكه التي يجب حلها، وحنا عرفنا عليه بان هذا السيد جا حل مجموعه ديال الملفات، هذا ملف ديال هذه مجموعه الفنادق، فندق المغرب وفندق الميناء وفندق فرنسا على الطاوله ديالو، يجب حل هذا الملف لانه ولا كيشكل خطر على المواطنين وعلى رعايه صاحب الجلاله، لانه ممكن اليوم غدا لا كان شي انهيار ولا كان شي حاجه على الرؤوس ديال المواطنين، راه غادي نوليو في واحد الكارثه اخرى. شكرا. اذا في انتظار ان شي يحشم على اعراضه وشي يتحمل المسؤوليه ديالو وشي يفكر في هذا المستقبل ديال هذه المدينه، شي يفكر في التنميه بهذه المدينه، يفكروا في السياحه بهذه المدينه، يفكروا في الاستثمارات بهذه المدينه، يلقاو لهذا السيد راه هو حط فلوسه ديال بصح نيت، ولكن في المقابل خاصهم يفكروا في هذه المدينه هذه، ويفكروا بانه هذا راه مشروع سياحي مستقبلا، وبانه راه داخل في اطار التراث، دونك بطبيعه الحال خاصهم ما يغمضوش عليه عينيهم وما يخليوش بحال هكا الى حين انه توقع الكارثه من جهه، ويبقى بحال هكا مشوه لا يولي هو صامد لهم كما صمد هذاك الاخر ديال 1917، وتا هذا يصمد لهم حتى 2080 ولا 2090، راه كارثه هذه. الى هنا تنتهي دردشه قبل افطار اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله.